هذا عمل من اعمال البدايات الاساسيه وما تكرر منها. هو عمل يعني بسميه المرأة العجوز يعني بعد الثمانين يعني الغاب عنا زوجها فتره طويله. تشوف مش موجود هون لا رقبه ولا شيء، مرتبطه مع جسدها كامله على الصن. طبعا هذا الكرسي هو كرسي، هاي القواعد تبعه. يعني راحت ايام العز. اشوف هون ما في اسنان، حتى طقم الاسنان غائب، حتى حمراء فوشيا، وهو لون الفوشيا معروف الاحمر بباريس مثلا، هو لون العاهرات مثلا. حتى الاصابع هون فيها نوع من التعصب والغضب، لانه لم تلقى يعني منذ فترات طويله، صارت مبلوله يعني. الجمال تبعها غاب. شوف عيونها كثير ناعسه، شمطاء حتى الانف، مثل هدول الساحرات تبع اللي بيطلعوا على المكنسه بافلام الكرتون. انا سحبوا يعني بهي الطريقه تبع الساحرات، بيلبسوا قبعات، بس ما بدهم قبعه، الشعر راح كمان. بالفعل قلت الاكل او الحب او الجنس الى حد كبير.